تشكريها انها شايلاك انت واخواتك. طبعا وانا خدامه في نظره. فشل اضعفان اللي يقول عليك كده. ده انت ست الستات وبعدين خلاص فعلت ربنا هيكتب عليكي من قرب. اقعدي يا كريمه. انا جايه عليك. اخلصي يا بقصوفة الرق. عندنا حاجه ثانيه وهي تكون جايب عليك مسميها. يا ماما انا مش قلت لك 100 مره بلاش الحاجه الثانيه دي تخش البيت. اقعدي يا كريمه. مالها الحاجه الثانيه؟ مش كتر خيرها اللي بتدور لكم على عرسان؟ ومين قال لك ان احنا عايزين نتجوز عن طريق الست الثانيه دي؟ بلاش فلسفه، هي اختك سميحه هتتجوز غير بالطريقه دي؟ فين الفطار؟ الفطار قدامك اهو يا بنتي. كل يوم فول فول، انتوا مش ناويين تغيروا ابدا؟ امال عايزه تفطري ايه يا ست فاتي؟ في اختراع جديد اسمه البيض يا بابا. البيض يا بنتي ب10 سنين، عايزاني افطركم بماهيتي بيض؟ وبعدين انت نسيتي ولا ايه؟ انتوا مش لسه واخدين البيض في شم النسيم؟ ايه ده يا بابا على 2 جنيه؟ 2 جنيه بتوع ايه؟ انا مش قايله لك من الشهر اللي فات عايزه اشتري كتاب. شوفي يا بنتي واحده زميلتك اشترت الكتاب ده، استلفيه منها او ذاكري معاها. ايه؟ انا نفسي افهم لما انتوا مش قد تعليمنا كنتوا بتودونا مدارس ليه؟ اسمعي يا بنت انت انا مش ناقصك انت كمان، ثلاثه بالله العظيم. يا بالله العظيم ما تحتك يا عبد الستار لساعه صبحيه. امشي يا بنت الجري اللي قدامه دلوقتي، امشي. يا بنت ابله سميحه انا في البيت مش ريحة. على فكرة يا بابا أنا لازم أشتري جزمة جديدة، أنا مش ممكن أفضل قاعدة كده وسط أصحابي. أنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ اقعدي يا كريم، ثلاثة بالله العظيم ما أنا فاضي. خدي بقى هات الدواء لأمك لحسن روماتيزم ارجع لها تاني. طيب. صباح الخير يا عاطف. صباح الفل. صباح الخير يا سعيد. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير. أهلا أهلا بعرايس حتتنا اللي مشرفانا. أنا مش عارف ليه باباكي ما بيرضاش يخليني أوصله، مع إننا يعني بنشتغل في بنك واحد.
ايه يا ابني، مش كفايه انك بتوصل بنات ولا عايز تاخد العيله كلها مقاول؟ يا سلام. صباح الخير. صباح الفل. تحب عطفي اوصلك ولا اوصلك انا؟ طب قولي متاكلين، قول اي حاجه. يلا يا استاذ، ولا عايز تاخرنا اكتر من كده؟ انا اللي مأخركم. هي طالبة فتح اعتماد مستندي للاستيراد من الخارج. بس وحياتك تسهلي الموضوع انت من عندك. وهو كذلك. ميرسي قوي يا باشا. الف الف شكر يا باشا. مع السلامة. الشيك انصرف يا سعادة الملك. اديهم للهادي. اتفضلي يا ست هاني. شكرا. مش تعدي الفلوس يا ست هاني. الدار امان، معقولة اعد 50,000 جنيه؟ خد يا عم عبد الستار. ياخد عدوك يا ستي. شاكرين قوي. عبد الستار نعمل ايه؟ ابعت لي الاستاذ عاطف اسماعيل من الائتمان لو سمحت. حاضر. ها طمني، ايه الاخبار؟ المركز الرئيسي وافق مبدئيا. ميرسي قوي يا نازمي بيه على المجهود اللي بتبذله معانا، ده محل تقدير المركز الرئيسي في امريكا. مش مصدقين ابدا ان في بنك مصري بيشتغل بالحريه دي. على العموم انا دايما احب اتعاون مع اي انسان مجتهد بيحاول يخدم البلد هنا. بس همتك بقى في تخليص الاوراق. ادخل. ايوه يا فندم. عطف، لمياء هانم الطرابلسي، احسن عميل عندنا. طالبه فتح اعتماد مستند للاستيراد من الخارج. ارجوك يا عطف خلص لها المهمه دي بسرعه. من عينيا يا فندم. اتفضلي مع الاستاذ عاطف، هو هيعمل اللازم. ميرسي قوي، ومستنيه تليفون حضرتك. ان شاء الله، واحنا دايما في خدمه عملائنا. باي. مع السلامه. اتفضلي. ميرسي. قهوه؟ ساده لو سمحت. ايه نوع نشاط حضرتك؟ مقاولات عموميه. وطالبه قرض قد ايه؟ نص مليون دولار. وناويه تستوردي ايه؟ اسمنت. طب يا ترى جهزتي كل الاوراق اللازمه؟ كل ورق جاهز. بقول لك ايه؟ بلاش كلمه سيادتك دي، قولي يا لمي بس. سيادتك حصلتي على قروض قبل كده من البنك؟ انا بشتغل في السوق بقالي 4 سنين وسمعتي زي البرلانت. يا ترى اوراقي هتخلص امتى؟ يعني تقريبا شهر. كتير قوي كده. سيادتك عارفه ان احنا لازم نجري دراسه ائتمانيه على مركز العميل، على اساس المركز المالي ونوع النشاط ومركز العميل في السوق، وكمان لازم نسال البنوك اللي بيتعامل معاها. شهر كتير، يا ريت تختصر المده وتخليها اسبوع عشان انا مستعجله قوي. ربنا يسهل. ايه رايك لو تشرف عندنا في الشركه تفحص الدفاتر والاوراق وبالمرة تشوف مركزنا المالي؟ ما تقولش لا. الله، والله غزال. لا شايف حبيب قلبي ما بخصك فيها، هيدي بنت كتير جاد. وبعدين ما تنسى ان عم تعطينا المحاضرات اللي مش عم نحضرها. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ليلى. شو عجبتك؟ يا الله جميلة، والله جميلة. برافو انسة ليلى. متشكرة. احنا ما تعرفناش ببعض. تهيألي انك عارف اسمي. بس انت ما تعرفيش اسمي. انا مجنون ليلى. بتهزر حضرتك؟ هعمل ايه؟
اسمي قيس ومشهور بمجنون ليلى. على فكره انا زميلك في الكليه وفي نفس السكشن، بس انا ما بحبش احضر المحاضرات. البركه فيك بقى، انت بتعطي كشكولك لزياد صاحبي وانا بستلبه من زياد، لكن المره دي حبيت ان ما يكونش بينا واسطه واتعرف على صاحبة الكشكول بنفسي. وبعدين تحبي اعزمك على حاجه في الكافيتيريا؟ اوعى تكون فاكر انك ممكن تشاور لاي واحده تجيلك جري. خلاص بلاش، نخرج بره. انت قليل الادب ومحدش رباك. قوم يا واد. قولي صباح الخير. مساء الخير العواف. افادت قولي اي حاجه. اظن مش من ذوقي يا استاذ انك تعاكس بنت حتتك، ولو اتكررت تاني انا هقول لبابا. يا ريت تيجي على بابا، انا قصدي شريف والله العظيم. ده بعينك. طيب يا سيدي حاضر. افتح تمانية يا واد. سميح قولي يا الحاجة سانية، ما قلتلكيش العريس جاي الساعة كام؟ جاي الساعة 6. ودلوقتي الساعة تيجي كام؟ 4:30. يعني فاضل ساعة ونص بس وانت ما لبستيش، وابوكي ما جاش من الشغل لحد دلوقتي، واختك تلات تجيب اطباق من عند ام سعيد ولسه ما نزلتش، والبيت كله مكركب ومفيش اي حاجة اتحضرت. ما تخلي حد فيهم يساعدك، مفيش حد يشيل الهم عني. ما انا طول عمري شايلاه معاكي. هيخسوا يعني لو شالوه النهارده؟ اخواتك كلهم حاطين ايديهم في ميه برد، اعمل ايه؟ محدش راضي يشيل الحمل عني. يا بنات يسرية يا فات، مفيش واحدة منكم تيجي تساعدني؟ لا. طب وسميحة ما ساعدكيش ليه؟ سميحة حرام عليكم وعتقوا سميحة بقى، سميحة النهاردة يومها. مش هي اللي هتتجوز والعريس جاي يخطبها هي. من عارفاكم عمركم ما هتستروا أبدا. طيب هيا لالا دخلتي ليه بنتي؟ بعد ما خلصت الماتش قعدت انقل ملزمتين لحد ما وسطي اتقطع. يا حبكت يا ليلى تنقلي الملزمتين النهارده؟ يا ماما دول تمنهم 10 جنيه، ما صدقت ان لقيت حد يسلفهم. طب اسمعي يا حبيبتي، خش لاختك سميحه زوقيها كده على ذوقك. حاضر. تعالي نبكي يا شلت، فين اختك يسريه؟ فوق جالك الطوال مع ام سعيد. اطلع عند هالة. مش هتنزل على ما يخلص الفيلم. يا يسريه يسريه يا يسرية. امك بتندى عليكي يا يسرية. جهزتي لي الاطباق يا نينا؟ الاطباق على الترابيزه من بدري هي بنتي. والنبي ما واخده بالي. طب بقول لك ايه يا نينا؟ كملي بقى الفيلم وبعدين ابقي لي. ها؟ حاضر يا حبيبتي. انا نازله اهو يا ماما. طيب. ازيك يا يسرية؟ اهلا يا سعيد. ما بدري. والنبي يا سعيد كان نفسي اعرف، بس انت سامع ماما مش مبطله مناديه عليا. سلامة يا يسرية. ابي سلمي لي على فاتن. ها؟ طيب حاضر. مساء الخير يا ماما. يسعد مساكي يا حبيبي. انت شطبتي بدري ولا ايه؟ لا انا حبيت اطمن عليك واجيب لك ايراد البيت. ايراد ايه؟ هو انت مخليني عايزه حاجه يا ابني؟ يا ماما ده حقك. هو عم عبد الستار ما بعتش الاجره؟ ما تعتبش عليه يا ابني، ده بيربي خمس بنات، الله يكون في عونه. يا ماما انا مش قصدي، انا بس بسال. هو عاطف مرجعش؟ لا اتأخر النهاردة، لازم عنده الميزانية اللي بيقولوا عليها دي. برضو ما يصحش يا ماما، أنا قايله يجيب لك الدواء ورقة. معلش الغيب حجته معايا سعيد. خدي يا ماما الاطباق اهي. دي ايه حكايتك بالظبط؟ كل ما تطلع عند ام سعيد تجيبي حاجة ترقدي جنبها. أعمل إيه بس يا ماما؟ الفيلم كان حلو أوي. يا ما نفسي أدغدغ لك دماغي دي عشان تحربي. ماما مش قلتلك يا ماما؟ انا كل يوم لازم اسمع المولد ده. اتفضلي يا ستي ادي التورته اللي انت عايزاها. ايه بس يا عبد الستار؟ الله تعجبكم. وريني يا ماما. اتفضل اتفرجي. دي صغيره يا عبد الستار. صغيره؟ دي ب 14 جنيه. ده الراجل وهو بيلفها وعرفت ثمنها كنت هرجعها له تاني. يا راجل عريس جاي يخطب بنتك تستخسى فيها 14 جنيه. هو جاي يخطب ولا جاي ياكل؟ طب يلا يلا خش اغسل وشك ورجليك واقلع البدله الصفرا دي. يلا امال اتحرك يا عبد الستار. اتحرك؟ ما انا طول النهار بتحرك لحد ما رجليا ورمت من الحركه. شكلي حلو يا ليلى؟ زي القمر يا سميح. انا خايفه ما عجبوش. ليه بقى؟ ده انت الف واحد يتمناكي. ربنا يكبر بخاطرك. أنا بقالي سنين قاعدة مستنية حد من الألف دول يخبط على الباب. سميحة الفراغ اللي انت عايشة فيه خلى فكرة الجواز مسيطرة عليكي، لكن لو كنت كملتي تعليمك كان بقى عندك هدف عايزة توصلي له. عريس يجي.
انا جايه اهو. بعدك يا اسرية تزعلي ماما في يوم زي ده؟ اعمل ايه بس يا اختي؟ الفيلم تقوليش اعمل لي تنويم مغناطيسي. انت مش هتبطلي الجنان اللي انت فيه ده؟ طيب يا اختي لما نشوف العقل بتاعك هيعمل لك ايه؟ الف مبروك يا سميحه من قلبي والله. عقبال ما ضغرات لك يا اسرية يا رب. لا يا اختي انا مش هتجوز، الجواز هيقف في طريق مستقبلي الفني. انا عايزه ابقى ممثله كبيره كده ومشهوره واسمي يتكتب في الاعلانات بالبولت العريض، يسرية عبد الستار. لا بلاش عبد الستار، اسمي مش فني مش كده؟ يسرية الشريف. ازيك يا حاجة ثانية؟ اسلم الستار. الشيخ محمود راجل طيب ومقتدر. انا يا مؤكرم. الله بيحفظك. انا اصلي بحب مصر قوي. هي دي اول مره تزور فيها القاهره؟ لا انا دايما باجي كتير اتعالج، اصل انا والله بحب دكاتره مصر. ده بس من ذوقك وكرمك. واول ما جاني الشيخ محمود عايز عروسه قلت ما فيش غير ولاد عبد الستار يا فندم، ادب واخلاق واصل. طبعا يا حاجه طبعا، يا عبد الستار من عيله كبيره قوي قوي قوي، ده جده الكبير كان اغا في الجيش. مش وقته يا كريمه. اهلا وسهلا. اهلا بك يا اخويا. امال فين العروس يا سميحه؟ سميحه اهلا يا عروسه اهلا. قدمي لعريسك قدمي. الله فستانك حلو قوي، لف كده ورهولي. مساء الخير يا سعد. مساء الخير. ايه ده عند مين دي؟ ظهر حاجة سنية بتجوز بنت من بنات عم عبد الستار. خنزيرة مرة واحدة؟ عقبالك يا عم. جبت الدواء اهو. تسلم شرفت. اهلا وسهلا. خير يا عم عبد الستار؟ ده عريس جاي يخطب سميحة بنتي. ألف مبروك. عقبالي بالك. سمو ده عريس، ده رجله القبر. ما هي دي اهم ميزه فيه، يعني كلها كده سنتين ثلاثه ويتوكل. اختنا بقى سميحه تاورس يا بنتي، ده باين عليه مليونير. الله، يعني سميحه اختلط بقى مرات المليونير واحنا بقى اخوات مرات المليونير. هايل. انت عارفه الحاجه سنيه بتقول ان هو مستعد لكل طلباتها. انا من رايي انك ترفضي يا سميحه، دي مش جوازه، دي بيعه وشروه. يعني عايزاها تفضل طول عمرها مدفونه في الفقر، محرومه انها تشوف الحياه اللي حواليها. المفروض ان احنا نفرح ان اختنا هتبقى مليونيره، على الاقل بقى مش هتنسانا. لكن دي هتتغرب، هتسافر بلد ما تعرفش فيها حد، وتعاشر اغراب ما تعرفهمش. اه لكن كل سنه هتيجي بشنط مليانه هدايا. بس ده اكبر من باب. لكن معاه فلوس. الان ليه يا كريم؟ انت اللي مش جاي لك نوم. معقول؟ معقول يا عبد الستار؟ معقول تهون عليك سميحة بنتك؟ تغرب بالشكل ده؟ انت اللي مزعلك انها بعيد عنك وهتسيبك تشتغلي في البيت لوحدك. يا ريتها كملت تعليمها يا عبد الستار، كان بقى حظها احسن من كده. الراجل هيدفع 10,000 جنيه ده غير الشبكة، مش هيكلفنا حاجة، لا جهاز ولا فرح، عايزها بالفستان اللي عليها. يعني انت موافق؟ مش عارف، انا محتار ان كان ده صح ولا غلط، والحمل تقل على كتافي. الحمد لله يا عبد الستار، ربنا ساتر معانا.
ازاي بس؟ والبنات دول ذنبهم ايه؟ لازم يعيشوا زي البنات التانية ما هي عايشة. لكن انت متأكد انها بتروح الكلية بدري كده؟ ايه من النجمة، لا هي عندها شغلة غير هيك. بقى البنت المفعوصة دي تقول لنا انت ما تربيتش. اسمع يا قيس، ما تنسى حبيبي انه هي الوحيدة اللي عم بتعيرنا دفاترة. ولو لو حكمت ان اسيب الكلية عشان البنت دي حسابها، انما تشتمني انا وتهزقني قدام الطلبة لا. مالك يا ليلى؟ لا ابدا مفيش. لا يا شيخ على عاطف، اسمحي لي اتدخل في حاجات ماليش فيها. ابوك معزوم، عاوز يضمن مستقبلكم. الفقر مشايب، محدش قال كده، لكن النهارده اللي معاه قرش بيساوي قرش. صدقيني يا ليلى، دي احسن فرصه لسميحه وليكم. مسكينه يا سميحه، لا تعليم ولا فلوس، لغاية لما لقيت نفسها تتجوز واحد قد أبوها. غلبانة يا سميحة، يا ريت كان في إيدك حاجة تعمليها. صباح الخير يا أنسة ليلى. صباح النور أفندم. اسمحي لي أقعد جنبك شوية؟ والله دي مش مكتبة أبوي، وديك قعدت أهو. أنسة ليلى. نعم. أنا الحقيقة جاي أعتذر لك. مفيش حاجة، ممكن تسيبني أذاكر بقى؟ طبعا، بس لو سمحتي ممكن تقبلي مني الهدية دي؟ بمناسبة إيه؟ بمناسبة إني بستلف كشكول. تقوم تديني هدية؟ طيب وفيها إيه؟ يا أستاذ أنا اتعودت أسلف كشكولي لوجه الله، صدقة على الغلابة. طب وإذا كان الطلبة دول مش غلابة ويقدروا يدفعوا؟ الصنف ده مكانه مش هنا في الجامعة، ولو عنده دم يسيب مكانه لواحد ما حلتوش سلسلة ده. لا أبدا، أصل كنت مشغول شوية اليومين اللي فاتوا دول. إن شاء الله، يعني في خلال الأسبوع ده. طيب ماشي، نخليها النهاردة بعد الظهر. ماشي، لا أنا معايا العنوان. طيب مع السلامة يا فندم. رايحة فين يا فاتن؟ انت مالك رايحة فين؟ اوصلك. انا رايحة ان انا اذاكر مع صحباتي. اوصلك. عملتوا ايه في عريس سميح؟ لسه بابا ما وافقش. اوعى تخليه يوافق. ليه؟ ده عريس غني جدا. ايوه بس ده كبير قوي. وايه يعني؟ بس هيهنيها ويسددها ويخليها مش عايزه حاجه. انا يا فاتن من زمان كنت عايز اكلمك بخصوصا. عايز ايه؟ انا معجب بيكي من زمان وانت مش واخده بالك مني. اظن ده مش وقته يا استاذ عشان نتكلم في حاجه زي دي. طب تيجي نروح السيما؟ انت اتجننت؟ لا ابدا. طب بص قدام. تحب استناك لغايه ما تخلصي مذاكرتك واوصلك؟ لا متشكرين قوي، صحابي هيوصلوني بعد ما اخلص. هما معاهم عربيات؟ طبعا. طيب بالسلامة. أول مرة في حياتي أشوف واحدة متنرفزة وعينيها حلوة بالشكل ده.
متشكرة. هو حضرتك عضوة في النادي هنا؟ لا، أنا جاي أقابل جماعة صاحباتي كده، باخد معهم درس خصوصي. علشان كده أنا مشوفتكيش هنا من زمان. حسام النبراوي. فاتن عبد الستار. فرصة سعيدة قوي. ممكن أشوفك تاني؟ لا، ده كان بابي يقتلني. طب تليفوني. مش ممكن. طب تليفوني 606-106 وهبقى سعيد قوي لو سمعت صوتك. صباح الخير. صباح. متأسفة قوي يا أستاذ، أصل كان في واحد يخبطني بعربيته. أرجوك تبقي تعملي حساب الوقت بعد كده يا فاتن. جبتوا الأمانة يا جماعة؟ أيوة يا أستاذ. الإنتاج كل حسب موهبته وكفاءته، وألا يجازى فردا ماديا خارجا عن نطاق وظيفته وعمله الذي يتقاضى عنه أجرا يستحقه. حاسب لا يطق لك عرق. أنت تعرف حسام مني؟ حسام مين؟ حسام النبراوي. وإجابة الطوارئ. ده بيشتغل إيه؟ ما بيشتغلش. أبوه مقاول كبير قوي. يا صلاة النبي، الشبان النهاردة ما بيتجوزوش إلا واحدة موظفة، أهي ماهيتها تسندهم. طب وإيه يعني؟ ما في بنات كتير قاعدين في البيت وبيتجوزوا برضه. يكون عندها أراد، وإنتي يا حسرة لا وظيفة ولا أراد. ميح عايزة إيه؟ فين الشبشب بتاعي؟ جوه عند السرير. يعني يا حاجة ما فيش واحد تاني أحسن من كده شوية؟ نفرض إن لقينا العريس التفصيل اللي إنت عايزاه. مش عايز بيت، وعايز عفش، وعايز صيني، وعايز نحاس، لكن الشيخ مش هيكلفكوا اي حاجه، هياخدها زي ما هي. بس يا حاجه دي هتسافر وانا قلبي ما يطوعنيش على فراقها. وهو هياخدها فين يا حبيبتي؟ دي كلها كام ساعه في الطياره، وكل سنه تيجي تزوركم. بس ده عجوز قوي. الطب تقدم يا حبيبتي، والفلوس بترجع الشيخ لسباه. اسالين انا. وما تنسيش بقى يا ام سميحه ان هيدفع مهر 10,000 جنيه غير الشبكه واللازم منه. والفرح بقى مش هيكون لسميحه لوحدها، وانت هتفرحوا انتوا معاها انتوا كمان. عموما هسيبكوا تفكروا، بس تردوا عليا بالكتير بكره لحسن الراجل مستعجل، واذا ما حصلش نصيب بقى هوري له فواكه بنت صادق يا فندي. ها ما لسه بدري يا سي الحاج. بدري من عمرك يا حبيبتي، ده عريس لقطه ما تسيبوش يطير من ايدك. اهلا بعروستنا ونورت حارتنا. اهلا. والنبي يا اختي قلبي بيتقطع عليكي، وانا شايفاكي شايله الكتب كل يوم وعماله تتنططي بالاوتوبيسات. ما يصعبش عليكي غالي. انت ليكي عندي عريس، انما ايه؟ المدعي الاشتراكي حاطط الحراسه على ثروه ابوه، لكن هو كاتبها باسم ابنه. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه اتعادل. ريحي نفسك. إيه؟ انا سعيده جدا. ازاي تكلمي ست بالطريقه دي؟ مش كتر خيرها انها عايزه مصلحتي؟ دي ما بتفكرش غير في مصلحتها وبس. هو انا مش فاهماكوا كويس، انتوا ما فيش حد فيكم عايزني اتجوز، عايزين افضل اخدمكم العمر كله. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مدام لميا موجوده لو سمحتي؟ نقول لها مين حضرتك؟ عاطف سمحتي. بعد دقيقة واحدة. اتفضل يا حبيبي. اتفضل حضرتك. ادخل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عاطف. اتفضل. اهلا بيك. اتفضل. تاخد ترينك معايا؟ ما عنديش مانع. هو حضرتك شغاله في السوق من زمان؟ من يوم ما اتطلقت من جوزي لقيت نفسي عايشه في فراغ، قلت اضيع وقتي واسلي نفسي. طب واشمعنى المقاولات يعني؟ اعمل ايه؟ جاتني صفقه حديد، اشتريتها، بعتها، كسبت معايا، جربت حظي في الاسمنت، ضربت معايا. بعد كده بقيت اخد عمارات مقاوله وابنيها وسلمها تسليم مفتاح. بعدين اتفقت مع شركة امريكاني الحقيقة هيمدوني بالمعدات الحديثة بشرط ان احنا نبقى شركة 49%. يا ترى اقدر اطلع على معاملاتك مع البنوك؟ طبعا انا دفاتري كلها سليمة ومعتمدة من الضرايب.
يا ريتك تشتغل معايا وتمسك حسابات الشركة و... عندك مانع؟ في الحقيقة ده عرض مفاجئ ليا، بس طبعا لا ما عنديش مانع بشرط اني احتفظ بوظيفتي في البنك. طبعا اتفضل وقح. هتفضل بقى سهر كل ليلة؟ عليك الصبح بتبقى منفخة وشكلك بالبلد. انت بتضحكي فيا ولا ايه؟ انا ليا في البيت ده زي ما ليك فيه بالظبط. ايه يا اولاد في ايه؟ اتفضلي يا ست، شوف ابنك اللي بيرجع كل ليلة وش فجر. والله بقى ما حدش بيدفع لي حاجة من جيبه، انا حر اعمل اللي انا عايزه. عيب يا عاطف، ده اخوك الكبير برضه. ما انتش سامعة ماما بيلبخ فيها ازاي؟ انا بعمل علاقات عامة في الشغل. علاقات عامة كل ليلة؟ شم ريحة العلاقات العامة. وانا اللي حرمت نفسي من علامه عشان خاطري. وانا كنت غصبتك؟ اعمل لك ايه اذا كنت ما نجحتش حتى في الاعداديه؟ انا سبت العلامه عشان تتعلم انت وتدخل الجامعه. انما للاسف ما اتعلمتش حاجه. ده انا عمري ما شفتك بتقرا كتاب. يا ماما قولي له مالوش دعوه بيا. واساليه هو كل يوم بيجري ورا فاتن بنت عبد الستار ليه؟ يا ابني سعيد قصده شريف، ده عايز يخطبها قبل ما تتبهدل زي ما حصل لاختك. خلاص يعني يا اخويا؟ البنات خلصوا من الدنيا لما تروح تخطب لي بنت عبد الستار؟ ما هو ده عيبنا. زي القرع المد لبره ويجي اللي من بره ياخد خيرنا. تاكلوا يا بنات، امسكي بالخير يا سميح. انا ماشي. استني خد لك سندوتش يا بنتي، باكل اي حاجه في الكليه. ماما فين البروزه بتاعتي؟ يا بنتي انتي تخسرني، وانا بس هعمل ايه ولا ايه؟ والله قطعتي بينا يا سميح. يعني يا ماما معقوله اروح المعهد بالبلوزه دي يا ماما؟ انا هعمل لك سندوتش يا بنتي. مش عايزه اكتر. ماما عشان مصروف. مش هتستنى لما بابا يوصلك؟ عارفه سكه المدرسه كويس. طب يا حبيبتي بس خلي بالك من السكه. ها امشي جنب مالو عم
مش عارفه يا ابني، دخلت لقيته ما بيعرفش. صح يا عم، خليه جاهز العربية عشان ننهي المستشفى. يا دكتور يا عم. بسرعة يا عم. حاضر يا ابني، يا عم تنهيني. يا ربي يا ربي يا أنا عارف إن كنت قليل الذوق وقليل الأدب كمان، بس والله العظيم ما كان قصدي إني أهينك. لازم تفهم إن مش كل حاجة ممكن تشتريها بفلوسك، حتى ولو كان كشكول محاضرات. أنا كان كل قصدي إني أعبر لك عن شكري وعن تقديري. الكلمة الطيبة كفاية. معاكي حق. أنا كل اللي بطمع فيه إنك تسامحيني وتقبلي زمالتي وصداقتي. الزمالة ده شيء مفروض، لأن بتجمعنا كلية واحدة. لكن الصداقة ده شيء صعب، لأن كل واحد مننا له أسلوبه في حياته. ما أعتقدش إننا ممكن نتفق. عموما أنا يشرفني زمالتك، واثق إن مع الأيام هقدر اكسب صداقتك. ممكن بقى تسلفيني كشكول محاضراتك تاني وتالت. انا قررت اني اكون طالب مواظب، ده اذا ساعدتيني وسلفتيني المحاضرات اللي فاتتني. بس دي كتيره قوي. ما البركه فيكي بقى، مش انت هتفهميها لي؟ يعني باختصار كده عايز درس خصوصي. انت مش قلتي انك بتعطفي على الطلبه الغلابه؟ صدقه يعني. ها، نقدر نبتدي من النهارده؟ انا اذنكم يا جماعه ثانيه واحده، ممكن التليفون لو سمحتي؟ الو، مساء الخير، ممكن اكلم حسام؟ فاتن. حسام؟ ايوه يا حسام، ازيك؟ انا فاتن. ابدا، اصلي كنت مسافره. ايه، انت بتروح النادي؟ يعني دلوقتي؟ اوكي، اصل انا لسه خارجه من المعهد بقالي شويه يعني. اوكي، بعد نص ساعه اكون عندك. باي باي. باي. بس كان لازم تعزمينا. اصل الفرح ما تعملش هنا، جوز اختي صمم ان يعمله في باريس. ده لازم غني جدا. عنده 10 مليون جنيه، وفضل يجري ورا اختي، بس طبي ما كانش موافق. اتصور ان بيقول عليه انه فقير. 10 مليون جنيه وفقير؟ اصل بابي بيقول ان المليون جنيه دلوقتي بقت تساوي 100 جنيه بالظبط. عنده حق. تحبي بقى نروح فين؟ اي حته، بس لو سمحت ما تاخرنيش عشان انا ما روحتش بعد المعهد. اوكي. بتحب المزيكا؟ جدا. انا عندي مجموعه شرايط، اتحدى ان يكون حد عنده زيها. ياه. وعندي كمان ريكوردر يسمعك المزيكا زي ما تكون حقيقيه واكتر. تحب تشوفيه؟ فين؟ عندي في البيت. لا معلش، مره تانيه. طيب امتى؟ اصل انا ما قلتلهمش في البيت ان انا هتاخر. اكيد. Yeah.
الدكتور شافه وقال انها صدمه عصبيه ويمكن يعمل عمليه وان شاء الله يقوم بالسلامه. الله يلعن ابو اليوم اللي شفنا فيه الحاجه سنيه والعريس اللي جابته الحاجه سنيه. اسمعي بقى، انت من الوقت المسؤول عن اخواتك، لازم تعملي ابوهم وامهم بدل ما تقعدي تنتبه كده. اعمل ايه دلوقتي بس يا ربي؟ هاكلهم منين؟ هشربهم منين؟ عيني عيني ما تقوليش كده، ربنا عمره ما بيتصحش. انا اخوكم الكبير ليلى، اي حاجه توزيها اطلبيها مني انا. ربنا يخليك يا سعيد. تعالي تعالي تعالي. الو؟ ايوه موجود يا فندم. عاطف، نظم بيه عايزك. عايز ايه ده دلوقتي بس؟ الساعه 2. والنبي يا سيد تابع السلطه بتاعت عم عبد الستار. حاضر، روح انت دلوقتي. اسمحي لي يا هاني، الولاد لعبوا ماتش في حياه النادي الاهلي ما تلعبش. أربع تجوان، الواحد منهم أحسن من الثاني، وإلا جول الخطيب الثالث. ما يتعملش غير كده، ما يتحطش غير كده. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا منير. صباح النور. قول لي يا عاطف، عملت إيه في موضوع لمياء هاني؟ والله يا فندم مطلوب منها إنها تقدم لنا خطاب ضمان يغطي قيمة القرض. أنا لو الفلوس موجودة في البنك ما كنتش طلبت قرض، ثم إني كل فلوسي شغالة في السوق. كده ولا إيه يا نظمي بيه؟ ما تقول له. أيوه بس ده قانون يا فندم. شوف يا عاطف، ما دام العميل بتاعنا شغال في السوق ومضمون، فالعرف المصرفي يقول لنا ممكن نديله قرض. بس ازاي يا فندم البنك يدي نص مليون دولار من غير ضمان يحفظ حقه؟ يعني ايه؟ انا نصابه؟ لا 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 يا لمياء هانم، ما تزعليش، عاطف ما يقصدش. انا اي بنك في العالم يتمنى ان انا اتعامل معاه. انا كتبت تقرير برفض القرض وحابب ابعته لسيادتك. طب يا عاطف اتفضل انت على مكتبك وابعت لي دوسيه القرض. بقى ده معقول يا نظمي بيه؟ اتعطل كل ده ويجي واحد زي ده لغيلي القرض؟ ما تزعليش نفسك، انا هكتب للمركز الرئيسي واطلب موافقه استثنائيه، وانا متاكد انهم هيوافقوا. اطلعي انت بقى وطمني اخواتك، مش عايزين نكد اكتر من كده. ها؟ حاضر. بس يا رب، هو احنا اللي كنا ناقصين؟ احنا هنعيش دلوقتي ازاي؟ لازم ندبر نفسنا ونلم ايدينا شويه. يعني انت شايفه الفلوس بتخر من ايدينا؟ انا اختكم الكبيره دلوقتي، وفي غياب بابا وماما محدش هيخرج ولا يدخل الا لما اعرف الاول. فاهمين؟ خليكوا عاقلين، خلوا الكام يوم دول يفوتوا على خير. حافظوا على اسم ابونا، اوعى تنسوا انه كان طول عمره بيبدينا على نفسه. صباح الخير. اهلا يا سعيد يا ابني، اتفضل. صباح الخير يا جماعه. اتفضل. صباح الخير يا بابا. الله سلامتك يا بابا. انت تضل من غيرك يا بابا. انت ما رحتوش مدرستكوا ليه؟ صممهم ما يروحوش المدرسة إلا لما يجوا يصبحوا على بابا الأول. سعيد ربنا يستره، هو اللي وصلنا لهنا ودفع لنا جنيه على باب المستشفى عشان يجوا يدخلونا بدري. يلا يا جماعة ده احنا يلا يلا على معهدك، يلا على مدرستك، يلا. احنا قاعدين مع بابا، انت كل حاجة تشخطي وتنطري. قول لهم يا بابا، قول لهم يروحوا على مدرستهم بقى. لا احنا عايزين نقعد مع بابا شوية، ما بلاش المدرسة النهاردة، فيها ايه يعني لما نغيب لنا يوم؟ يلا يا بنات يلا على مدرستكم، ابوك عاوزكوا تروحوا. انا مش رايحه المدرسه، انا مش رايحه المدرسه، انا قاعده مع بابا. يلا يا بنات يلا يا بنات، ابوك بيقول لكم يلا يلا. عامل ايه النهارده يا عم؟ خد يا نينا، البنك بعت الامانه دي لعمي. ايه ده يلا؟ معرفش، عاطف ده لو وصلت. السلام عليكم. مع السلامة. يلا يا ليلى انت كمان، يلا على كليتك يا بنتي. انا النهارده ما عنديش محاضرات في الكليه، بعد شويه هروح البيت اطبخ لاخواتي واودع البيت. ليلى اخواتك امانه في رقبتك يا بنتي،
راعيهم، بعدين زمامهم يفلت من ايديهم. زياد اهلا انت، كيفك؟ اهلين. صدق صرت جاي لك كذا مره على الكليه عشان اشوفك، لان كل ما اروح على البيت بيقولوا لي ظهر. بقول لك ايه، ما شفتش ليلى؟ لا ليه؟ بقى لها 7 ايام ما جاتش الكليه. عيني يا عيني، صرنا نعد الايام كمان. انا خايف لا تكون عيانه. طب خد لها شويه ورد وروح زورها. ما انا مش عارف عنوان بيتها. اسمع، خدهم شؤون الطلبه وروح زورها بكره. صح صح. سلام سلام. زكي فؤاد. قصدك على زكي مملكه؟ مش عارفه، هو اسم مكتوب في الاعلان ده في الجورنال؟ ده زكي مملكه في المكتب اللي بنمشي على طول زي دول. طب متشكره يا العب. اسمك ايه؟ سلام عبد النبي السيد. نادي رشون عبد الكريم. اللبس بكره يا بيه. قلنا مليون مره ننام في البلد مش دلوقتي. تيجوا كمان ساعه يكون الاوردر الوسط. الافنديه والبنات الالافرانكا تجيبوا معاكم 3 لبس مشكل، مفهوم؟ مفهوم يا بيه. هيد لي اسماء 15 من دول ودسته من دول. حاضر يا استاذ. حاجه غريبه. نعم. انا جاي حسب الاعلان. بتسخص سيمه ولا تلفزيون؟ هي ما جاتش؟ لا ما جاتش. خايبه مجرمه، مش معقول مش معقول مش معقول. اصحى، دفعت الرسوم بره؟ دفعتها. تعالى بعد بكره. طيب متشكل. اكتب لي. انا جاي حسب الاعلان. عايز ايه؟ غني هندي. هند ولا فونس؟ غني. هندن الكهيرة دامي الكهيرة. تعالى بعد شهر. اكتب لي فوزية احمد حسن. فوزية احمد. بكرة احضر. لو سمحت فين الاستاذ زكي فؤاد؟ قصدي زكي مملكة. انا زكي، زكي جدا ابا عن جد. جاية تمثلي في السيمة؟ ايوه. اللي عايز يمثل في السيما بقى يبقى ياخد السلم من اوله. وانا موافقه. خلاص، يبقى من بكره هتطلعي الشغل. ايد اسمها في مجموعه بكره. افتحي الباب يا شادي. اما خلص اكل. يوه. حاضر حاضر يا اللي بتخبط. صباح الخير يا ليلى. صباح النور. انت فين يا ليلى؟ بقالك 10 ايام ما بتجيش الكليه، افتكرتك عيان، قلت هاجي ازورك وزي ما بيكون. متشكرة قوي، اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. تحب تشرب ايه؟ حاجة ساقعة. ثانية واحدة. اتفضل. عم حلبي، عم حلبي، ازازة حاجة ساقعة لو سمحت. ثانية واحدة. اتفضلي. استنى ليلى؟ ان شاء الله يا حبيبتي. حلو قوي. مالك يا ليلى؟ بابا جاله انفجار في شريان من شرايين المخ وانشل، محتاج عمليه، مش عارفين نعمل ايه. طب هو فين دلوقتي؟ مستشفى التامين الصحي. مين الدكتور اللي هيعمل العمليه؟ مش عارفه، اي دكتور هناك. قومي فينا يا ليلى، قومي ننقله مستشفى تاني. ازاي؟ ليلى انا من زمان نفسي احس اني بعمل عمل طيب، وانت في ايدك دلوقتي انك تديني الفرصه دي. خلاص يا ستي، كل الاوراق اتمضت. عملت حسابك ان اخدهم كاش؟ وجاهزين عشان تستلميهم كمان. طب يا حبيبي اعمل حسابك ان تطلع مدينه نصر النهارده الساعه 10 عشان تخلص لي حته الارض اللي هناك. الله، هي لميا، احنا مش المفروض نتعشى سوا النهارده ولا ايه؟ طبعا يا حبيبي، بس لو ما خدناش النهارده حته الارض هتروح علينا، وبعد ما تخلص انا مستنياك. مدام لميا؟ ايوه. لو سمحت البطاقه. حاضر. اتفضلي يا مدام. شكرا. امال فين عم عبد الستار؟ عبد الستار مين؟ اللي كان رائد هنا. خرج. خرج ازاي؟ نقلوه مستشفى تاني. مستشفى تاني؟
يا مريم. الله يبارك. ايه اللي حصل يا عم عبد الستار؟ ايه اللي جابك هنا؟ بيتهيألي عم عبد الستار لازم يعمل العمليه هنا احسن. جيت ازاي هنا يا عم عبد الستار؟ الاستاذ قيس زميلي في الكليه. طب استاذن انا بقى، اي خدمات تؤمر بيها يا عم عبد الستار؟ مع السلامه. احنا قصرنا في حاجه يا ام فاتن، انا لعبت السداد يا عم عبد الستار. يا سعيد يا ابني، ده زميل ليلى في الكليه، والمثل بيقول كلنا ولاد عرب. وزميل هيصرف على ابوها في المستشفى بتاع ايه؟ استاذ قيس انا اسفه، اصل سعيد ده زي اخويا الكبير، عشان كده كان محموق شويه ان محدش اداله خبر، اصله بيقول عليك غريب. معاه حق، في ناس كتير مننا بيخلوكوا تحسوا اننا اغراب. انا مش عايز اسبب لك اي احراج. انا مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني باني اشوفك كل يوم في الكليه وتواظبي على محاضراتك، ولا نسيت انك وافقت تديني درس خصوصي؟ انا تحت امرك. انا اللي تحت امرك. عن اذنك. اتفضلي. قسما بالله العظيم لو توصل النبيع اللي ورايا واللي قدامي والله اللي اعملها، انما يجي واحد زي ده طلعنا كلنا عيال صغيرين. هعمل ايه بس يا سعيد يا ليلى؟ هي اللي صممت. هتقولي لي ليلى تاني يا ام فاتن؟ الحل الوحيد ان يجي لفندي وياخد فلوسه فوق ابوسها. سعيد احنا مش في الشارع، وطي صوتك ما تزعقش. ما تنساش ان في واحد عيان نايم قدامك في الاوضه. طبعا يا ست ليلى، وانا هعرف اكلمك. خساره. ممكن تيجي معايا بره؟ لا بره ولا جوه، انا ماشي، لكن انا برضه عندي كلمتي، رقبتي سداده. السلام عليكم. سعيد، سعيد انت ليه مش عايز تفهم؟ افهم ايه؟ بابا لو كان فضل هناك كان هيخرج سليم؟ الاعمار بيد الله، بس ربنا مدينا عقل عشان نفكر بيه. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاك تفهم ان لا يمكن افرط في شرفي او كرامتي، واي مليم هيدفعه لي قيس لعلاج بابا هيكون دين عليا هسدده له في المستقبل. ليلى انت ماشيه في سكه غلط، وانا نبهتك وانت حره. امال كنت عاوز اعمل له ايه؟ اقول له ارجع مستشفى التامين الصحي تاني؟ يعني هتفضل ساكت كده؟ بنات الراجل بيروح واحده ورا التانيه واحنا واقفين نتفرج. اصلك فاكر ان مفيش حد في الدنيا عنده انسانيه غيرك؟ احمد ربنا اخويا انهم وفروا لك فلوسك. طول عمرك ما وراكش غير التفكير في الفلوس وخلاص. انت فاكر ان في حد من الناس بيفكر في حاجه غير الفلوس؟ سلام عليكم. حضرته بيشتغل بالليل يومين دول ولا ايه؟ والنبي يا ابني ما انا عارفه، اهو كل ليله على كده. عربية جديدة ولا ايه؟ لو انت ما تعرفش، ده جايبها من حوالي اسبوع. انا قلبي مش مطمن للواد ده، بقالي شهر مش عايز اقول لك علشان ما تقلقش. كويس، حضر اللي بعده. راح 5 دقايق. لكن انت بتشتغلي في المجامعه من زمان؟ لا دي اول مره. امال انت بتشتغلي ايه؟ انا طالبه. وغاويه تمثيل؟ اه قوي قوي. انت ليكي بقى عندي فرصه العمر. مش فاهمه. انا بكره رايحه اعمل تيبس في مسلسل. اه قصدك تيبس؟ ايوه هو ده. تحب تيجي معايا؟ يا ريت، بس اوعي تقولي لحد تاني. ليه؟ احسن واحده تروح تقولي لزكي ياخد مننا عموله من اجر اللي هناخده. ما قالتلكيش انها هتعدي على بابا في المستشفى بعد المدرسه ولا حاجه؟ ما احنا لسه جايين من هناك، ماما ما قالتش انها جت خالص. يبقى جرالها حاجه، دي بتمشي طرحها في الشارع. يا رب استرها يا رب. انا خايفه يكون زميلك ده ورط نفسه او يطلع نصاب. ده حط في خزنه المستشفى 5000 جنيه تحت حساب علاج بابا والعمليه. لازم بيحبك يا ليلى. انا دلوقتي ما بفكرش غير في مستقبلي وبس. المهم هو بيفكر في ايه؟ اظن انت عارفه اخلاقي كويس. كنت فين لحد دلوقتي؟
كنت بشتغل. والله تشتغلي ايه؟ كومبارس عشان ابدا السلم من اول، وكمان بقى عشان اساعد في مصروف البيت. لما كنت برجع بالليل ولاقي نفسي لوحدي كان بيصعب عليا نفسي، كنت اتمنى نسيب كل ده ولاقي قلب حنين يحبني واحبه. كنت فاكر ان علاقاتك كتيره قوي كلها بيزنس وحياتك مفهومش ولا صديق ممكن احكي له همي. مش متصور ابدا ان واحده زيك عليها كمبيوتر وكل اللي بتفكر فيه الصفقات والاعمال يبقى عندها احساس حنين بالشكل ده. احنا اتخلقنا لبعض حبيبي، بس في حاجه مهمه قوي عايزك تعرفيها عني. ايه هي؟ انا عاطفي جدا وما اقدرش استحمل اي حاجه تعمليها قدامي واقعد ساكت. عاطف حبيبي، انت بتثق فيا ولا لا؟ النهارده اللي بيشتغل في السوق لازم يجاري الجو، بعد شركتنا ما تكبر وتاخد وضعها هتبقى انت المدير وبقى انا قاعده في البيت بطبخ واطب البيت واستنى حبيبي. ايه رايك؟ موافق. عندك مانع نعمل خطوبتنا الاسبوع الجاي؟ طب غمض عينك. غمض. أنه لكي تتخلص دول العالم الثالث من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فلا بد أن تتخذ أي شكل من أشكال الوحدة، كأن تتكتل في أسواق يكمل بعضها البعض مثل السوق الأوروبية المشتركة مثلا، حتى تتخلص من سيطرة النظم الاقتصادية للدول الرأسمالية التي تحاول أن تجعلها دائما في حالة من الجمود والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. اتفضل. لو تسمح يا دكتور، الكلام ده بينطبق اكتر على الدول العربيه لان في عوامل كتيره موجوده بالفعل تشكل اساس لهذه الوحده وتحتم قيامها. اتفضل. تماما، كعامل الدين واللغه والحضاره والثقافه والتراث والمصلحه المشتركه. لكن للاسف هناك الكثير من العوائق والعقبات التي تحول دون قيام هذه الوحدة. أول هذه العقبات أو أول علاج لهذه المشاكل هو أن تلغى الحساسيات تماماً بين أفراد وشعوب المنطقة، وأن تبدأ الوحدة من الأفراد ومن الشعوب وليس من الحكومات أو الأنظمة. ثاني هذه العوامل أن تلغى الحساسيات بينها أو التعالي من طرف أو المن أو الشح أو الإحساس بالدونية من طرف آخر. ثالث هذه العوامل وأهمها أن تعم الحرية والديمقراطية لتبدأ الوحدة الحقيقية بين أفراد شعوب هذه المنطقة حتى تتحقق الوحدة في حرية كاملة. شكرا. غريبة قوي النهارده. ابتديت احس ان مرض ابويا ده كان تجربة مفيدة جدا بالنسبة لي، على الاقل عشان اقدر اعرف قيمة كل نظريات الاقتصاد الحقيقية. دمي تقيل قوي النهارده مش كده؟ مش قوي. ليلى انا من يوم ما عرفتك وانا اتغيرت كتير قوي. وانا كمان. تقبلي تعيشي في بلد تانية غير مصر؟ انا مش عارف انت ليه بتحرميني منك الفترات الطويله دي. ما انا قلت لك يا حسام ظروف بابا. نروح البيت؟ لا بلاش البيت. انت بتخافي مني؟ لا بس انا تعبانه وعاوزه اروح. صباح الخير يا ليلى. صباح النور يا زياد. في ايه لك معي امالي؟ ايه هي؟ الكشكول. قيس طلب مني اعطيك اياه. هو مختفي بقاله كام يوم. ايه في ايه؟ مسكين غصب عنه كان بيستحمى واتزحلق بالصابونه وانكسرت اجره.
قيس. ليلى يا هلا، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك، سلامتك يا قيس. اتفضلي، اهلا وسهلا. شكرا. اتفضلي. دي مفاجأة ما كنتش أتوقعها. إني أجيلك في شقتك؟ ده كان حلم. وكان هيفضل حلم لولا إن رجلك اتكسر. على فكرة شقتك حلوة قوي. للأسف مش شقتي، دي شقة مفروشة قاعد فيها لغاية آخر السنة بس. تصوري يا ليلى، كل سنة أجي أخد شقة غير اللي كنت فيها قبل كده علشان أغير وما أحسش بالوحدة اللي أنا فيها. إنما لو في واحدة جنبي بقى تخليني أستقر، طبعا هأسس شقة خاصة بيا. تصوري يا ليلى، أنا عمري ما حسيت إن ليا بيت، لأني ما ارتبطتش بحد يخليني أستقر. بس الاستقرار ده مسألة نسبية، ممكن تبقى عايش لوحدك لكن حاسس إنك مستقر. الاستقرار ده لازم يكون نابع من جواك أنت، أو تخلق الظروف اللي حواليك اللي تخليك تحس إنك مستقر. عندك حق. طبعا إذنك دقيقة واحدة بس أغير هدومي. اتفضل. أنيسة. أيوه. أذن. شوفي الأنيسة تشرب إيه. تحت أمرك. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. ممكن دقيقة واحدة؟ عاوزاكي. عايزاني أنا؟ آه دقيقة واحدة بس. حاضر. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. قولي لي بقى، مين اللي بعتك؟ نعم. اسمعي، ان كان رمضان البواب مفكر ان هو بيورد لكل شقق العماره، فلا، الشقه دي من اختصاصي انا. ايه اللي بتقوليه ده؟ فاهمه يا حلوه. يلا بقى طرقي من غير ما ترد، بدل ما افرج عليك الدنيا واخلي فضحتك بجلاك. يلا. يا ليلى رايحه فين؟ مين الست اللي جوه دي؟ انيسه شغال. الست دي بتجيب لك بنات هنا في الشقه؟ ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ هي قالت لك كده؟ معرفش، اسالها. انيسه، انيسه، انت قلت لها ايه؟ والله يا استاذ ما قلت لها حاجه من اللي تزعلها، انا بس بستفسر منها مين اللي وصف لها شقتنا. ايه؟ ليلى، ليلى ارجوك استني يا سيدي. انت حماره، دي زميلتي في الكليه. بقول لك ايه؟ هو احنا لو نجحنا في التست النهارده هيمضونا العقد؟ انت مستعجله يا حبيبتي؟ لو عايزه تقبضي تخليهم يقبضوك النهارده. لا ابدا، انا مش مستعجله ولا حاجه. تاكسي؟ تاكسي؟ زمانك يا اسطى. شكرا. مع البنت صاحبتي عايزين نعملها تيست. دخلها. اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضلي انت يا سعاد. اتفضلي وقعدي على الكرسي. مشيت الاسئله بتاعت الولاني؟ ايوه. كويس. ارفعي راسي فوق شويه، بصيلي كده، افتحي الزرار اللي فوق. ارفعي وشك شويه، تعبيرك ممتاز، انا اراهن انك هتبقي بطلا اول مره.
استنى. ما هو انت لازم تستحملي شوية. فيها ايه لو قال لك وريني حتة من رجلك ولا من صدرك؟ التمثيل عايز جرأة. ولا انت فاكرة ايه؟ الحكاية سهلة. خدي. هما ادوني دول عشان ادهوني. خدي ده حقك، استنى شوية يا اسطى. ها؟ اوعي تنسي ميعادنا بكرة. يا مدام. ها؟ كل سنة وانت طيبة يا ليلى. وانت طيب. دي أول مرة احتفل فيها بعيد ميلادي. وإن شاء الله هنحتفل بيه سوا طول عمرنا. طول عمرنا؟ أنا خلاص يا ليلى ما بقتش قادرة أستغنى عنك. إزاي يعني؟ اليوم اللي بيعدي ما بشوفكيش فيه ببقى زي المجنون، لا قادر أذاكر ولا آكل ولا أشرب ولا أنام. ولما نخلص السنة هتعمل إيه؟ يعني هبقى أشوفك برضه. إحنا علاقتنا لا يمكن تستمر بالشكل ده، في ناس وفي مجتمع. تأمري بإيه؟ نتجوز. طبعا طبعا، بس انت عارفة الجواز عندنا مش بالسهل، في تقاليد متبعة. صعب ان الواحد يتجوز عندنا من بره العيلة، ويوم ما يفكر ان هو يتجوز واحدة غريبة لازم والدي يجي علشان يشوفك ويقابل والدك. انا عارف انك هتقدري ظروفنا وتقاليدنا. المفروض انك يعني انت ناسية ان احنا بنحتفل بعيد ميلادك. اولا تسمحي تقبلي الهدية دي؟ ارجوك يا ليلى، ده اقل شيء اقدر اقدمه لك في عيد ميلادك. يا ماما انتوا قعدتكم طولت قوي هنا في المستشفى. هعمل ايه يا بنتي؟ حتى البيت وحشني قوي وقلبي مشغول عليكم. ما تجيش شادي اختك معاكي ليه؟ قاعده بتذاكر. يا ماما احنا مش لازم نخلي زميل ليلى ده يدفع علينا حاجه في حساب المستشفى. امال يا بنتي مين اللي هيدفع الحساب؟ من مهر سميح. مهر سميحه ابوك اشترى لكم بيه كله شهادات استثمار، مش ممكن نصرف منه اي حاجه قبل 6 اشهر. ليه وحصل حاجه؟ يا ماما الناس ابتدت في الحاره تتكلم. اللي بيدينا حاجه يجي ياخدها. امال يعني كل ده هنعمل ايه؟ نسيب ابوكي مرمي في مستشفى التامين الصحي لحد ما يموت؟ فكرك ان انا مرتاحه للي بيعمله الولد ده؟ بس انا واثقه من اخلاق بناتي لاني مربياكوا كويس. خير يا ماما. يسعد مساك يا حبيبي. ايه يا واد الحاجات المدندشه دي؟ فرجني فرجني. تعملي لي فنجان قهوه معاكي. يعني قاعد النهارده؟ ده انا حق ابخرك. بصي خلاص نويت اتاهل. تتاهل؟ تتجوز يعني؟ مين دي يا ابني طمني؟ واحده بنت ناس قوي، زبونة عندنا في البنك وعندها شركة مقاولات، وأنا بعمل لها حساباتها. حبينا بعض وقلنا نتجوز. والله صبرت ونورت يا عاطف. يا ألف نهار أفرج. ألف نهار مبروك. مساء الخير يا أمي. إيه في إيه؟ عاطف هيتجوز يا سعيد. إنما إيه؟ بنتي ناس أكابر وغنية قوي. ألف مبروك يا عاطف. كنت مكتم على الخبر؟ لا أبدا. أصلنا ما كناش عارفين نحدد ميعاد الخطوبة إمتى. إحنا لازم نعزم أهل الحارة كلهم. احنا عندنا كام عاطف؟ اهل الحاره مين يا سعيد؟ دي يا دوبك حاجه على الضيق. ودي تيجي يا ابني؟ انت عايز تركبنا حق؟ لا حق ولا غيره يا ماما، دي حفله صغيره في بيت لمي، ويا دوبك هنكون احنا واهل العروسه وخلاص. وامتى الحفله دي؟ الخميس الجاي ان شاء الله. احنا اتفقنا انك هتيجي تخطبني من اهلي النهارده. انا اصلي دلوقتي مش مستعد للجواز. ممكن نروح البيت الاول وبعدين نتصرف. حسام انت وعدتني. وانا ما انكرتش وعدي. استنيني لغايه ما نخلص الكليه وبعدين نتصرف. ازاي؟ مالكيش دعوه. نروح البيت بقى. لا. طب قابليني بعد بكره الساعه 3 بعد الظهر. انت لازم تحضري باسبورك عشان اللي هيبعتوك اليونان تصوري هناك. طب مش لما اعرف الاول انا هعمل ايه؟ انت دلوقتي هتقابلي اكبر روس في الشركه، لازم تباني قدامهم زي القمر، توريهم ابتسامتك اللي تهبل دي، ولو واحد حب يهزر معاكي كده ولا كده تجاريه. اهلا وسهلا. اهلا شرفت. اتفضل. يا هلا يا هلا بالجمال، يا هلا بالحلاوه،
اجلسي يا اموره، اجلسي اجلسي. يسرية هتاخد دور وداد في المسلسل بتاعنا. جميل والله جميل، والله الناس ما بتريد تشوف الوجوه القديمه، بتريد تشوف الجمال المخفي. وبتعرف ترقص كمان. والله والله. لا نتفرج على ده. اتفضلي اتفضلي. ورينا يا اتفضلي نعمم الحكم على الناس. زميلي مختلف، زي ما احنا المصريين فينا ناس وحشة لكن الاغلبية كويسين، الفنانين كده برضو. غلط نحكم عليهم من نموذج واحد او اثنين. الفن ده ارقى شيء في الوجود، والفنان اللي بيقدمه لازم يكون انسان راقي، انسان مرهق الحس. لكن برضو في ادعياء زي اللي انت كنت عندهم النهاردة، دول حرام نسميهم فنانين. انت كمان غلطتي يا اسرية، اخترتي طريق التمثيل السهل ورحتي عن طريق اعلان للنصب والاحتيال. كان لازم تختاري الطريق السليم، تدخلي معهد الفنون المسرحية، وساعتها هتوصلي عن طريق الموهبة والعلم والدراسة. يلا كفاية مذاكرة دلوقتي، اظن دماغك بقت قد كده. بس انا ببقى سعيد جدا وانا معاك، بحس اني ادمي. بلاش مبالغه يا قيس. انتظري يا ليلى. حاضر. اتفضلي. ايه ده ليلى؟ ارجوكي انا بحس اني مسؤول عنك دلوقتي. ايوه قيس، بس انا موقفي دلوقتي بقى صعب قوي مع اخواتي، بيبصوا للحاجات دي وكمان اهل الحته. ليلى انا بحبك وهتجوزك، اي حد تاني غيرنا احنا الاثنين ما يحكمش تصرفاتنا. محدش في الدنيا عارف فضلك عليا غيري انا. يعني لازم تدفع الثمن حتى ولو كان الثمن ده انك تتجوزني؟ يا ليلى افهمي عليا بقى، بقولك بحبك وانت جوه دماغك هنا في حاجه غلط. بتشخط فيا ليه؟ منصور بيه قريب دم يعتبر هو الروح. سعيد اخويا. اهلا وسهلا. مساء الفل. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والدتي حضرتها والدتك. اهلا اهلا وسهلا، مبروك مقدمة. يبارك فيك يا بيه. تفضل 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 يا ابو فضل. عاطف بقول لك ايه، مش الراجل ده اللي بيجي في الكرهان؟ ايوه يا ايوه. طب ماله متنفخ كده ومتشنج وحالته بالبلى؟ ما احنا برضه كسيب على الطوف. وبعدين يا سعيد الله لميا. انا اذنك. منور يا استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. روح يا لم يا ماما. اهلا يا دانت. اهلا يا حبيبتي. اهلا بيك، البيت منور. منور باصحابه يا بنتي. انت سعيد مش كده؟ كده مساء الفل. هلو لطيف قوي. اخويا بقى. كنت نفسي اتعرف عليك من زمان لولا عاطف بقى. الله، مش يلا بقى عشان تلبسوا الدبه؟ لسه بدري يا عمو. الله، خير البر عاجله يا بنت اخويا. مبروك يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي.
عايز اسئله كتير بقى. دي الدروس الخصوصية. طب اعمل حساب لرقدة ابوك في المستشفى. انا اسفة يا سعيد. عاجبك في ايه الواد الخرع ده؟ ده اقل عيل في حارتنا، اجدع من 60 من عينته. لكن مفيش واحد منهم مع عربيته وفلوسه ومظهره. هي الفلوس والعربية هي اللي خلتك الفقر اللي اتربيت فيه وعشت فيه طول عمري، التعب اللي تعبته امي وتعب ابويا في تربيتنا، ما كنتش عايزه كل ده يحصل لي زي ما حصل لهم. وعرفت ايه اللي مستخبي ورا العربيه والفلوس؟ حيوان، كلب مفترس كان مستخبي وراه ولاب الشيك. ويا ترى الكلب ده قدر ياخد حاجه؟ لا يا سعيد لا، الطم ما قدرش ياخد مني حاجه ابدا. الحمد لله ان ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب عشان تنقذني، علشان اعرف قيمتك الحقيقيه. انت هتفضل طول عمرك مكشر كده؟ ما تضحك بقى، اضحك. واجه بس تفات واجه. انا عايز اعرف انت ايه اللي قلقك وخلاك تيجي في الوقت ده بالذات؟ انت عمرك ما تركتني شهر الا وارسلت لي خطاب، انما تغيب عني 4 شهور وتتركني لا خطاب ولا تليفون. هو الواحد لما ياخد باله من نفسه شويه قبل الامتحانات يبقى في سبب تاني غير كده؟ كويس، انت اتغيرت وقلبي بيقول لي ان في ورا هذا واحده ست. انت دايما تشك فيا كده. ما تضحك علي وعلى نفسك، صارحني بكل شيء، انا زوجتك. انا بحب واحده تانيه في الكليه زميلتي. انا هفتح الباب. مش دي شقة الأستاذ قيس؟ أيوه هي. أنا ليلى، زميلته في الكلية، كنت جايبه له كشف. وأنا سلمى، مرات قيس. مراته؟ هو ما خبرك؟ قيس كده من صغره، ما بيحكي لحد عن شيء. لا اتفضلي يا ليلى عشان أفهمك. مراتك؟ أنت أندل إنسان شفته في حياتي، ليه خبيت عليا؟ ليلى أرجوكي. أرجوك أنت كفاية بقى. ليلى! ازيك يا ليلى؟ عاملة ايه؟ مالك يا ليلى في ايه؟ ايه جرى ايه كفر الشر؟ ابدا ابدا ما حصلش حاجة، اصل انا ما قدرتش امسك نفسي لما شفت سميحة. ايه اللي جابك؟ ايه اللي حصل؟ حاجات كتير ما اقدرش احكيها، انا غلطانة اني ما سمعتش كلامك.
طلع متجوز؟ ثلاثة. بس مش دي المشكلة. منها لله. منها لله. قوم اغسل وشك ساعات زمانه جاي. احنا مروحين دلوقتي نبقى نكمل الكلام في البيت. انا عمري ما حسيت معاك اني عايش. دايما بتذليني باموال ابوكي. انا خلاص مش طايق ابص في وشك، مش طايق اسمعك. لو خلصت ستات الدنيا من على الارض وما فضلش غيرك برضه مش عايز اشوفك. انت طالق، فاهمه؟ طالق. ما تخليك معايا لبكره ونطلع مع بعض اسكندريه. جرايه هانم، انت نسيت انك مسؤوله دلوقتي عن راجل ولا ايه؟ اه صحيح، بس ما تنساش يا حبيبي الحديد اللي مرمي جوه المينا ده بقى يومين، وحياتك محتاجه قوي. ابعت عاطف بكره على المينا هيلاقي كل حاجه تمام خالصه. باي باي. باي باي يا رح قلبي. ازيك يا منصور بيه؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا منصور بيه؟ ده احنا زعلانين منك قوي يا راجل. لا لا زعل ولا حاجه، انا خلاص زلت اسباب الخلاف. والله العظيم خلاص اتفقتوا؟ قلت له يا لامي على حكايه البضاعه؟ يا سيدي بكره تشرفني في المينا على بال ما تتغدى اكون خلصت لك كل حاجه. ربنا يخليك لينا منصور بيه، والله احنا مش عارفين نهدي جمالك دي كلها فين. يا راجل لا جمال ولا حاجه، عن اذنك. الف سلامه. مع الف الف سلامه. الله يسلمك. منصور بيه، في حاجه يا عاطف؟ لا ابدا يا منصور بيه، بسيطه خالص. بس نسيت اقول لك انهم مستنيينك بكره الساعه 9 في مكتب المدعي الاشتراكي. بتقول ايه؟ ما انا لقيتها هتغرق، قلت نغرق كلنا سوا بقى. انت اتجننت يا ولد؟ انت عايز تقرنني وما تجننش؟ انا قدمت فيك وفيها بلاغ وفي كل المستندات. الله يلعن ابو الفلوس اللي عامت الناس والجشع اللي زرعتوه فيهم يا ظلمه. عبد الستار افندي انشل وكان هيموت عشان باع بنته. عملت له ايه الفلوس؟ انا غلطان اللي ما سمعتش كلام سعيد. كنتوا عايزين انا؟ ده انا من عابدين يا حوش يا المامه. الله يخرب بيوتكم، فتحتوها على البحر وكنتوا هتبوظوها. انا هسجنك. مش هتلحق، هتسبقني ان شاء الله. وحشتوني قوي يا اولاد. الحمد لله على السلامة يا بابا. شوقت يا بابا. الله يخليك. صباح النور يا ابني. الحمد لله على السلامة يا عمي. الله يسلمك. عمي أنا طالب القرب منك في ليلة. اقعد يا كريمة. يا ابني هو احنا قد المقام؟ بابا أنا مش هتجوز إلا لما أخلص تعليمي. ولما أفكر أتجوز مش ممكن أتجوز الأستاذ ده بالذات. تسمح لي أدخل لها يا عمي؟ أدخل يا ابني. ليلى أنا عارف إني غلطانة، لكن صدقيني مهما حصل من سوء تفاهم بينا مش ممكن هنقدر نستغنى عن بعض. أستاذ قيس أنا متشكرة جدا على كل المساعدات اللي أنت عملتها علشاني، وأوعدك إن أنا هسدد لك كل فلوسك على داير مليم. أرجوك يا ليلى تبطلي الحساسية دي من ناحيتي، هي دي البداية الحقيقية. أنا طلقت سلمى يا ليلى، وعلى فكرة عيلة سلمى هي اللي كانت بتصرف على تعليمي هنا. أنا في بلدنا هناك واحد عادي من الشعب زيك بالظبط. علشان كده لازم نرتبط ببعض. نحاول. نحاول.